كان لازم انحبس لحتى تخليني اشرب فيهم. خدي امي، مالك حسناني تاكلي؟ اشربي هي، فيها عسل على القليله بيقويكي، والشناتري صار جاهز. مالك مصدقه امتى تخلصي مني؟ لازم شيك على الحدود قبل ما اطلع. امي لو بدهم ياكي كانوا نقلوكي لفرع تاني، بقى سافري قبل ما ينزل اسمك. مالك مشتاقتي لي؟ بدك الشوفير رح يجي الظهريات، بقى نامي هلا وارتاحي، وبس يجي بفيقك بتركبي السيارة وهو بيوصلك على البيت يلي ببيروت. والله يا امي مالي مطمنة تعدي هون ولا ساعة. بقى الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، لا تنحي، ومرة واحدة بحياتك اعملي اللي عم اقول لك عليه. ما بدك تشوفي بحر؟ نسافر سوا. امي انت طلعي هلا وانا بعد كم يوم بلحقك. ما رح تلحقيني. لك اطلعي سافري، وما بتشوفيني غير ناطه لعندك، بس اطلعي انت الله يرضى عليكي. ما رح تنطي، على اساس ما بعرفك. وين اللابتوب تبعي؟ شو بدك فيه؟ اه بس توصلي على بيروت افتحي اللي بدك اياه، كلها كم ساعه؟ امي ما عاد خرج تضلي هون، ولا تقولي لي بالشام ما في شيء، الهاون عم يطرشق طرشقه. لشو بدك تبقي؟ هلا قبل شوي كنتي عم تقولي لي لا تنحي. ودخلك مين اللي عم يرميها؟ اه فيك تقولي لي ولا معلش نموت بايد؟ ما حدا بيعرف مين اللي عم بيرمي، هي اول شيء. مين من كان عم يرمي انا ما رح اترك الشام، ما بدي باخر عمري يصير لاجئه. مالك شايفه قديش عم يبهدلوا بالسوريين؟ دخيلك، هي موته، خليني موت ببيتي اشرف لي. لكان ليش بدك يعني سافر؟ بعدين انت مو اسمك لاجئه. لا لاجئه هيك صار اسمنا، لاجئين، بس انت لازم تسافري لانه في عندك ولد بدك تربي. انا خلص التربية. امي الله يرضى عليك يا امي، تقبريني سافري، وان شاء الله براس السنه بتلاقيني عندك. منيح هيك، بس انت سافري الله يرضى عليك. يلا بيان اسبوعين لراس السنه. كان حلم بالنسبه لي اعرف تاريخ اليوم. امي سافري، كل فترة بتخلص وبنرجع. والله شو؟ قالوا لهم للفلسطينية طلعوا وبعد كم يوم بترجعوا، ولهلا ما رجعوا. طول القصص امي مطولة، ما حدا بده يحلها، والكل مروق علينا ونحن عم نموت. بس الله يفرج احسن شيء، الله يفرج.